الولايات المتحدة الأمريكية تحركت نحو العراق من أجل خنق إيران وروسيا في نفس الوقت، كما وجد هذا الأمر العديد من المراقبين. التحرك الأمريكي جاء من قبل هذا الرجل الذي ترونه أمامكم، وهو منسق البيت الأبيض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجورك. فجأة ظهر في العاصمة العراقية بغداد وهو يلتقي رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، وصدر بيان من السفارة الأمريكية في العراق تحدث عن العديد من الأمور التي ناقشوها، ولكن إحدى أهم الأمور والتي تبدو من الأولويات التي تمت مناقشتها هي مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير مجالات الطاقة المهمة للغاية. ولكن كان هنالك نوعا من لفت الانتباه، هنالك كثير من المراقبين الذين انتبهوا إلى أحد الحاضرين من الوفد الأمريكي، هو هذا الرجل الذي ترونه في لقطة مختلفة، سترى وجهه واضحا أمامك، وهو أموس هاكستين، وهو المبعوث الأمريكي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية. هذا الرجل أساسا وحضوره في العراق في هذا اللقاء يعتبر مهما للغاية، ويوضح الكثير من التفاصيل تحديدا فيما يتعلق في الطاقة. فالرجل قد وصفته سابقا الواشنطن بوست في يونيو من العام الماضي بأنه الرجل الذي يستمع إليه بايدن كثيرا في مسألة استراتيجيات الطاقة، فأذان الرئيس الأمريكي دائما صاغية لهذا الرجل، وهو يعطي ويدير حرب الطاقة التي تجري في العالم على مستوى كبير للغاية. فكما نعلم في فبراير من العام الماضي بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الرجل برز وبدأت الصحف تنظر إليه وإلى أهميته، وبالتالي وجوده في العراق هو يعتبر نقطة مهمة للغاية يجب الانتباه إليها. نفس الوفد الأمريكي زار إقليم كردستان، التقى بريت ماجورك مع السيد نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، نفس الوفد تماما. وأيضا البيان الصادر حول هذا اللقاء هو في مسألة أيضا كما تلاحظون هنا التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة في مجال أمن الطاقة وحمايتها، مسألة مهمة للغاية وكانت مثيرة للغاية في كل ما جرى من تطورات اتجاه إقليم كردستان تحديدا من إيران العام الماضي. وبالتالي العمل كبير هنا من هذا الوفد. بالإضافة إلى ذلك هو التقى أيضا بالسيد مسعود بارزاني كما تلاحظون، نفس الوفد مرة أخرى، وأيضا الكلام من البيان الصادر حول مسألة التحديات وتحديات الطاقة التي تأتي على مستوى العالم وعلى مستوى إقليم كردستان وبشكل عام طبعا عندما نتحدث على العراق. وأيضا الصحافة الموجودة في إقليم كردستان تحديدا كانت قد ركزت على أموس هاكستين مرة أخرى، وكالة روداو كما تلاحظون ركزت على هذا الرجل وأهمية وجود هذا الرجل في هذا الوفد، وتوضح تماما التركيز على الطاقة تماما عندما نتحدث عن الطاقة. والمثير بهذا الأمر أن الأسبوع الماضي رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني كان في ألمانيا وكان قد ناقش نفس المسألة وعقد عددا من الاتفاقيات وناقشوا مسألة الطاقة تحديدا ورغبة العراق في أن تدخل ألمانيا للعراق على مسألة الطاقة، على مسألة الغاز الطبيعي خاصة، وأن هذه الأمور وتفاصيل الغاز الطبيعي هي مهمة بالنسبة لألمانيا، لأن ألمانيا توقفت من عملية الحصول على الغاز الطبيعي الروسي كما تلاحظون هنا باللون الرمادي، قد انخفضت وانقطع الغاز الطبيعي الروسي على ألمانيا منذ شهر أغسطس 31 من أغسطس عام 2022، والأمور تسير بشكل طبيعي بالنسبة لألمانيا. هنالك تحديات وغيرها، ولكن ألمانيا بحاجة إلى مخارج أخرى للغاز الطبيعي، وبالتالي هذا اللقاء يعتبر مهما بالنسبة لألمانيا على عكس الرحلات السابقة أو على عكس اللقاءات السابقة، إن كانت مثلا على سبيل المثال مع الحكومة العراقية السابقة. الغرب طبعا بدأ يتكيف مع ظروف حرب الطاقة التي نتحدث عنها من الحرب الروسية الأوكرانية، فكما نلاحظ هنا الغاز الطبيعي وسعر الغاز الطبيعي في أمستردام على سبيل المثال في إحدى آخر الإحصائيات التي صدرت يوم أمس، وصل الغاز الطبيعي في أمستردام إلى 55.4 يورو. لاحظ الانخفاض الكبير لطبيعة سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالخمسة أشهر الماضية، وهذا الانخفاض هو يقدر ب 85%. قد لا يحتاج الغرب للعراق في هذه المسألة، ولكن هم بحاجة للنظر استراتيجيا فيما بعد بأننا يجب أن نتكيف بأن نكون بدون الغاز الطبيعي الروسي لكي نحاول الضغط بشكل أكبر طبعا على روسيا. والشيء المثير هنا بأن رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بعد زيارته إلى ألمانيا كان قد التقى برئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسعود
مسرور بارزاني بعد تحركات الطاقة هذه التي نتحدث عنها الأسبوع الماضي وقبل زيارة بريت ماغورغ التي نتحدث عنها اليوم إلى بغداد وإلى أقليم كردستان، نوعا ما على ما يبدو بأن إيران استشعرت الخطر وأرسلت رسالة من خلال هجوم مفاجئ ومباغت قد تم على حقل موجود في إقليم كردستان ألا وهو حقل كورمور الذي تديره شركة دانا الإماراتية وهو حقل للغاز الطبيعي. تحدثت مهر نيوز الإيرانية بأنه تم استهدافه بالصواريخ وكان هجوما صاروخيا، ولكن بعد ذلك بعض المصادر الأخرى قد تحدثت بأن الهجوم قد تم على هذا الحقل الذي يأتي بهذه النقطة التي ترونها داخل إقليم كردستان. باللون الأصفر هنا هو مناطق إقليم كردستان وباللون الأحمر هي مناطق حكومة أو الحكومة الاتحادية. تحدثت المصادر الأخرى بأن طائرة مسيرة من نوع كوات كوبتر هاجمت هذا الحقل وقامت بعملية إطلاق مقذوف نوعا ما هو الذي هاجم طبعا هذا الحقل، لا أضرار لا خسائر نهائيا، وبالتالي كما يبدو بأنها نوعا ما رسالة، خاصة وأن هذا الحقل قد استهدف سابقا من أطراف تعمل خارج إطار الدولة والقانون، والبعض يعتقد بأنها فصائل مسلحة مقربة من إيران هي التي هاجمت هذا الحقل مرارا وتكرارا وجاءت تكملة لما بدأته إيران أساسا في مارس من العام الماضي من هجمات بالصواريخ البالستية ب12 صاروخا بالستيا تضاربت عليها الروايات في حينها، ولكن في نهاية المطاف وصلنا إلى مسألة متعلقة بالطاقة، خاصة وأنهم استهدفوا منزل رئيس مجموعة كار التي حققت عددا من الاتفاقيات طبعا مع تركيا تحديدا في مسائل الطاقة وإمداد الطاقة، وبأن واحدة من الأمور التي ذكرت بأن هنالك أنبوبا يمتد من حقل كورمور باتجاه زاخو باتجاه تركيا يودون من خلاله تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا طبعا من إقليم كردستان ثم إلى أوروبا. الأمر لم يعجب إيران تماما آنذاك، وبالتالي بدأت تضرب المنطقة وبدأت تضغط على المنطقة لإيقاف هذه المشاريع، وبالتالي زيارة الوفد الأمريكي هنا قد تعني الكثير في التركيز على الطاقة، لأن بالنسبة لإيران هذه المسألة هي تعتبر خطيرة للغاية. لماذا؟ لأن إيران أساسا من الأفضل لها أن تبقى وأن تبقي العراق يعتمد تماما في شراء الغاز الطبيعي منها ويدفع الأموال لها، لأن العراق لو استقر في مسألة الغاز الطبيعي فهذا يعني بأن العراق لن يقوم بعملية استيراد الغاز الطبيعي، ومعنى بأن العراق سيكون مستقلا حتى في مستوى الطاقة الكهربائية، وهذا يعني بأن إيران ستكون في مشكلة حقيقية، خاصة وأن العودة للاتفاقية النووية مسألة أصبحت تقريبا ميتة كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح غير رسمي شهده العالم. الغرب الآن يضغط على إيران، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية وتحركات أيضا تجاه الاتحاد الأوروبي من أجل وضع المزيد من الضغط على إيران، بالتالي استقلال العراق على مستوى الغاز الطبيعي يعتبر أمرا خطيرا ويعتبر أمرا ضدها، وأنها ستختنق تماما إن ما تحقق هذا الأمر ولم تستهدفه. لذلك هذا قد يفسر الكثير مما قد نراه تجاه إقليم كردستان، لا أحد يتمنى هذا الأمر، ولكن قد يفسر الكثير مما قد نراه في المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام الواضح يهتم بمسائل الغاز الطبيعي وهي تأتي على المستوى الداخلي من مصلحة العراق، ولكن على المستوى الإقليمي عندما نتحدث عن روسيا وعن إيران فهي تبدو ضاغطة نوعا ما على الطرفين، والولايات المتحدة والأوساط الأمريكية بدأت ترى بأن الضغط على إيران وخنقها ومحاولة منعها من إرسال الطائرات المسيرة والصواريخ لروسيا من أجل أن تستخدمها روسيا في أوكرانيا وجدت بأنها مسألة مهمة للغاية بالنسبة لها. نيوزويك الأمريكية كما تلاحظون تحدثت اليوم عن هذه المسألة وقالت بأن روسيا أساسا هي يائسة، هي تريد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى الأسلحة الكورية الشمالية من كوريا الشمالية لكي تستغلها في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي تقودها طبعا في أوكرانيا. بل إنها تحدثت بأن التحرك الروسي الذي تم في أكتوبر من عام 2020 من أجل رفع الحظر على الأسلحة الإيرانية بأنهم فهموا تماما لماذا روسيا تحركت بشكل عنيف ورفعت حظر الأسلحة وصادرات الأسلحة الإيرانية إلى العالم بشكل عام، لأنهم بدأوا يجدون بحسب النيوزويك الأمريكية بأن روسيا كانت تخطط للقيام بالعملية العسكرية، تعلم بأنها ستتعرض لعقوبات وبالتالي هي ستكون بحاجة لإيران وأسلحتها وللحلفاء الآخرين، قد تكون على مسألة
التي وقد تكون هي كانت تحاول على عملية الحصول على أسلحة من الصين وكوريا الشمالية وغيرها من الحلفاء، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل حساباتها في هذه المعركة، فهي تراقب كل صغيرة وكبيرة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما ينوي القيام به. يضغطون على إيران لإيقاف كل شيء يهدف له، فأصبح واضحا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام بأن الروس يحاولون استغلال الآن الحدود البيلاروسية والحدود طبعا التي يستغلونها في المعركة هنا مع عمليات التقدم التي حققوها طبعا في الداخل الأوكراني. الآن يحاولون أن يوسعوا المواجهة مع الأوكرانيين، خاصة وأن هنالك تقارير تتحدث أن نهاية شهر فبراير القادم وكذلك في مارس قد يكون هنالك هجوما تجاه العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن هم يعلمون تماما بأن هنالك مشكلة في التضاريس تحديدا هنا في الحدود البيلاروسية التي تعتبر نقطة صعبة، ولن تتمكن القوات البيلاروسية أو القوات الروسية من التقدم لها، لأن هنالك أهوار في هذه المنطقة وهي أهوار بريبيت، وهذه الأهوار تحديدا مع الشتاء القارس مع التغير المناخي مع الثلوج والأمطار الغزيرة تجعل هذه المنطقة صعبة للغاية للتقدم عليها. وإذا ما ذهبنا مثلا على سبيل المثال إلى صورة ولقطة من هذه الأهوار ستلاحظ بأن هنالك كثير من المياه، منطقة ليست بالسهلة في التقدم إليها، وبالتالي أنت لا تريد التقدم بالدبابات والمدرعات في هذه النقطة لأنها لن تكون منطقية أبدا. على هذا الأساس واضح جدا بالنسبة للروس والبيلاروسيين بأن هذه الجبهة الواسعة لن تكون متوفرة لهم ولن يتمكنوا من التقدم، وأن النقطة التي سيتقدموا بها هي من هذه الجبهة الضيقة على الأقل عندما نتحدث عن نهاية شهر فبراير وشهر مارس تحديدا تجاه كييف، وهذا يعني بأن هذه الجبهة الضيقة ببساطة كبيرة للغاية، يستطيع الأوكرانيين من صدها، ولكن الغرب في نفس الوقت يحاول من تعجيل عمليات التدريب للقوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الغربية، ويحاولون بالتعجيل من إقحامها قبل أن يكون هذا الهجوم حاضرا وأن يكونوا مستعدين لأي هجوم سريع على العاصمة الأوكرانية كييف. على سبيل المثال عندما ننظر إلى هذه الأسلحة هنالك دبابة تشالنجر البريطانية، كل هذه الأسلحة الغربية الآن ستدخل، وفي حقيقة الأمر أن مارك ميلي الجنرال الأمريكي كان قد تحدث يوم أمس بأن هنالك تدريبات موسعة أمريكية في ألمانيا للقوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الغربية أو الأسلحة الأمريكية تحديدا، بالإضافة إلى ذلك كان هنالك وصولا أيضا بهذا الشكل بهذه الطائرة إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية لتسعين أو مئة جندي أوكراني للتدرب على تشغيل منظومة الباتريوت الأمريكية، وبالتالي هنالك تدريبات كثيرة حتى على مستوى رومانيا وغيرها، وبالتالي أيضا الغرب هو يعلم تماما، الولايات المتحدة تعلم بأننا أمام جبهة ضيقة بهذا الاتجاه في ظل أن هذه المنطقة مغلقة تجاه كييف، ولكنهم يضعون حسابات مهمة في مسألة شرق أوكرانيا. شرق أوكرانيا هنا تحديدا هنالك معلومات استخبارية حولها بأن روسيا صحيح بأنها ضمت أربعة أقاليم تحديدا، ودعونا هنا نحدد العلم الخاص الروسي، بالتالي هم قد سيطروا على زاباروجيا أعلنوا خيرسون أعلنوا لوغانسك أعلنوا دانييتسك بأنها أراضي روسية، ولكن بأن هنالك هدفا استراتيجيا بالنسبة لروسيا طبعا الآن بحسب معلومات استخبارية أوكرانية متعلقة في إقليم دونباس نشرتها الاستخبارات الأوكرانية بهذه الطريقة، تحدثت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أبلغ غراسيموف هذا الجنرال الروسي الذي الآن يقود المعارك الموجودة في الداخل الأوكراني، أبلغه بأن لديك مهلة حتى مارس القادم للسيطرة على إقليم دونباس بأكمله، وهنا المشكلة الحقيقية بالنسبة لهم بأن في إقليم دونباس هم لا يسيطرون عليه، تقريبا يسيطرون على 50% من هذا الإقليم المهم، فبالنسبة لوحدات فاغنر قد تمكنت فعلا بعد الضغط على باخموت من هذا الاتجاه، هنا باخموت كما ترون فاغنر تقدمت وحدات فاغنر على سوليدار وسيطرت عليها طبعا وبدأت تحقق نوع من التقدم هنا في كراسناغورا، بدأت تحاول من عملية إحاطة باخموت ومحاصرتها، وأيضا هم يتواجدون هنا إلى جنوب كليتشيفكا محاولين أن يقطعون الطريق الذي يمتد طبعا بين كوستانتينيفكا وبين باخموت من أجل محاصرتها، القوات الأوكرانية لا زالت مسيطرة على باخموت التي ترونها، الأوكرانيين متواجدين في كل هذه المناطق حتى في زفريسك، والحديث المثير هنا بأن الأوكرانيين الروس يضغطون بهذا الشكل الكبير ولكن
ولكن في نفس الوقت ورغم كل هذه السيطرة والتقدم والضغط الروسي إلا أن القوات الأوكرانية استنزفت كثيرا وحدات فاغنر تحديدا. بحسب الفاينانشال تايمز قد تحدثت بأن وحدات فاغنر كانت قد هيئت 50,000 عنصرا للقيام بالعمليات الناجحة التي شهدناها للسيطرة على سوليدار، وقد نراها تنجح أيضا في التقدم على باخموت، حتى هذه اللحظة لم تتمكن من السيطرة عليها، ولكن 50,000 عنصرا فقدت وحدات فاغنر منهم الربع تماما، 4,000 قتلوا بحسب الفاينانشال تايمز بالإضافة إلى 10,000 جريح، وبالتالي ربع فاغنر قد خسرتهم طبعا وحدات فاغنر وروسيا، وهذا يعني بأن الأوكرانيين يستمرون في مسألة الاستنزاف لفاغنر، وهذا قد يعني الكثير خاصة مع دخول الأسلحة الغربية في المستقبل من أجل تحقيق ما يريدون تحقيقه. وبالتالي هنالك فعلا كل شيء بالمرصاد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب أن ننتبه بأن هذه المعارك التي نتحدث عنها في على سبيل المثال في باخموت، في سوليدار التي رأيناها، وكذلك في أدفييكا، هنا كلها معارك طاحنة للغاية، إلى درجة كانت هنالك طائرة مسيرة أوكرانية حلقت فوق هذه المنطقة مارينكا وأظهرت فعلا مناظرا بشعة لطبيعة ما جرى في هذه المدينة في مارينكا تحديدا. فهنالك دمار كبير للغاية من الصور التي نشرت اليوم من قبل الأوكرانيين، إذا ما ألقينا نظرة على هذه الصور الآن ولاحظنا ما الذي جاء من هذه الصور، ستلاحظ فعلا بأن الدمار كبير للغاية، ليس هنالك سكانا، الموت يخيم على هذه المدينة، مدينة مارينكا حالها حال طبعا باخموت وكذلك سوليدار، كلها مدن دمرت بالكامل، معارك ضارية، معارك طاحنة، معارك للطاقة، ضغط كبير دولي، الضغط على إيران، الضغط على روسيا، بيلاروسيا قد نراها في هذه الحرب، حرب طاحنة بكل تأكيد. ودائما في الحرب الجميع خاسر، ولكن هنالك قواعد للفوز الروسي، وقد نرى قواعدا أخرى أيضا تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لهذه المعركة الكبيرة التي نتحدث عنها طبعا.